بها كنحددوا بها الموقع. لا داعي باش نديروا حنايا الموقع ديالك كيحدد واحد الكرك اللي كيحدد الموقع. هاد العمليه هادي كامله انا اللي كنبغي نطلب منك السيد الرئيس مع السيد العمده اجتماع طارئ مع السيد والي على اساس بان الوضع ديال الشغل هذه اللجنه الجامعه كيقول بانه كتسب واحد الطريقه اللي هي ما كتسرعش الطلب ديال المواطن ما كيتجاوبش عليهم في واحد الوقت اللي هو محدد. بالاضافه الى ذلك كاين هناك عرقله. انا كندير امور واضحه. كاين هناك يعني ترخيص اعطاء الشهود الاداريه في جوج الحوايج فيما يتعلق بالاحياء ناقصه التجهيز اللي هي ما كاينش قانون ديال التعامل. هذه السيد لان حنايا كاين اللجنه اللي كتشتغل وكترخص في احياء ناقصه التجهيز وبالتالي اعطاء الشواهد احنا خص التجهيز بناء على الحي فيه الماء فيه الضوء فيه 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 التزويد تطهير الماء التطهير ديال السائل. انا كنظن بانه معاينه بالتقني ديال المقاطعه ممكن بانه يكون فيه تام ممثل ديال السيد قايد على اساس بان البنايه قائمه والناس ساكنين من ناحيه ديال المقاطعه بناء المعاينه الناس ساكنين كاين الماء كاين الضوء كاين التطهير السائل دار واحد المحضر تبين هذيك المحضر كتعطي الشهاده هادشي اللي كان كيدار. ولكن شي حاجه اخرى من غير شي شهاد انا كنظن انه كتعرقلوا العمل ديال 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 المصالح ديال الساكنين. بالنسبه للتسهيل ديال اللي هضر سي عبد العظيم التسهيل ديال المساطر اولا اماندس الاخوان يعرفوا والسي احمد ربما كيعرف حتى من هذا المجال اماندس ما كتراعيش الجانب الاجتماعي وملي كتهضر معاك دائما كتحمل لك المسؤوليه الجامعه وكتحمل المسؤوليه لجهات معينه هذيك التقسيط اليوم ما نبقاوش قدام كيقاسموا الناس اذا هذا هو النقاش لا هذاك المساله كتبقى ديالنا حنايا كجماعه هذاك الكريدي كيبقى عندي انا كنتحمل فيه المسؤوليه عند واحد مواطن معين هذا المواطن ديالي هذا المواطن ديال الدوله هذا المواطن مادام عنده كاين هذه الاستمراريه ديال المرفق جات اداره غادي تبقى ديك الكريدي ومشي تجري عليها لا بحال دابا كيجي كيقول لك دابا شو الاشكال اللي مطرح واحد الانسان كاري استهلك واحد الموطا خلى واحد الفكتوره على واحد الدار معينه مشى بحالو هرب كيرجع دابا عندك موطر كيقول لهم ما عندوش الموطا سينا الدار هذه عليها كريدي وعندك الكونترا ديال الكرا كتجيب له الكونترا ديال الكرا كتقول له السيد كنت كاري له وهذا العداد كان في اسمه ومشى بحالو هذه الاشكاليه هي مطروحه اللي خصنا نناقشوها في المستقبل ان شاء الله. كما لاحظتم كان الحديث طويل وعريض طويل وعريض على موضوع الشواهد الاداريه الخاصه بالتزود بالماء والكهرباء على مستوى المقاطعه بني مكه وعلى مستوى طنجه كامله يعني اللي تقريبا فيه اشكالات حقيقيه وبنيويه اللي كتخلي المواطنين ما كيتوصلوش بهذه الشواهد باش يمكن الشركه امانديس تعطيهم التزود بالماء والكهرباء. طبعا على الموضوع كما كتعرفوا كان قبل يعني فيه سلاسه في التسيير سابقا كنت تعطى العشرات ديال الشواهد بشكل عادي وكان طبيعة الحال تحكم هذا تدبير الملف يعني نوع من الحكمة والشفافية والوضوح مع المواطنين والمرتفقين وما كانش يعني اشكالات ما كيكونش شي ملاحظات كنا كنجاوبوا عليها الا وقع شي اشكال في شي شهادة معينة من ملاحظة من سلطة الرقابة ولا غيرها نوضح كنديروا التوضيحات لكن مع الأسف الآن هذه الشواهد الإدارية أصبحت هي كل شيء وعليها يعني يتوقف كل شيء من طرف المواطنين منذ اتخاذ قرار ديال تشكيل لجنة خاصة على مستوى كل مقاطعة باش تدرس الطلبات ديال المواطنين وطبعا هذا جاء نتيجة لواحد الاختلال عميق وقع في تدبير هذا الملف اختلال ويعني تدخل الايادي ديال الفساد والايادي ديال الاستغلال ديال المواطنين وطبيعة الحال كان كيتم الاتجار في هذه الشواهد واللي ادى الى شيوع هذا الخبر يعني بين المسؤولين وعلى مستوى الإدارة الترابية الى اخره وعاشي تدولة اعلاميا وطبعا عنده علاقه ايضا بشي ديال البناء العشوائي البناء الغير منظم وطبيعه الحال استفحل الامر مما ادى الى السيد الوالي السابق باش يتخذ قرار ديال تشكيل لجنه رساله ارسل رساله خاصه لرؤساء المقاطعات بكاين خاص يكون واحد التدبير معين جماعي فيه لجنه تتكون من السلطه ومصلحه امانديس وكذلك المقاطعات وهذا طبعا سبب اشكال حقيقي الان الاداء ديال الشواهد فيه تاخر كبير جدا وطبيعة الحال نحن نطالب بمراجعة هذه الطريقة يعني التدبير ديال الملف باش يمكن يتم التعجيل للوقوف على هذا وإلا وقع شي واحد وقع في الاختلالات والاختلاسات ولا أي حاجة في التدبير ديال هذا الملف يجب الضرب على يد يعني إحالته على يعني القضاء اتخاذ القرار المناسب فيه وطبعا الموضوع ديالنا حضرنا التواجد ديالنا هنايا في المجلس الجماعي حول الشواهد الإدارية الدورة الاستثنائية حنايا كساكنه حي مرابط واحد كنعانيو بالشواهد الاداريين لان الشواهد الاداريين
الناس عندها الماء عندها الضوء وما عندهاش الماء وما عندهاش الواد. لما كنتجهوا للإدارة عملنا الشكايات ديالنا كيقول لك خصكم شواهد إداريين، درنا الشهادة الأولية دفعناها دازت 3 شهور قال لك سيدي هذه ماتت، درنا الشهادة الثانية إدارية دفعناها قال لك ماتت، والسيد الرئيس المقاطعة بني مكادا الله يجازيه بخير كيوقف معنا كيبغي يخدم ولكن اللجنة ما كتجتمعش فوقاش ما دار اللجنة الأولانية كيقول لك الناس آخرين ما جاوش صافي اللجنة ما كتجتمعش والواد الحار الناس كتعاني كتعاني بزاف دابا الحمد لله ولله الحمد ربي يرحمنا بالشتاء أو هذاك الماء ديال السكينة الويدان صافي ما عندناش الويدان لأن هذاك الواد الحار كيفيض على السكينة يعني كان جميع اتجاهات كانت الادارات كنمشيو ليهم ما كي ما كي ما كيعطيوناش شي المستجدات كيقول لك سير غدا واجي سير غدا حي مرابط واحد حي مرابط واحد تابعه الملحقه الاداريه 19 وكنشكروا السيد السلطه المحليه على المجهودات اللي كيقوم به المراسلات اللي كيراسلوا المجلس الجماعي والمقاطعات بني مكادا ولكن هاد الناس هادو ما كيخرجوش عندنا حنا كنطالبوا هاد الناس يخرجوا عندنا ويعملوا شي معاينه ويشوف الناس بان الناس كتعاني الناس كتعاني بزاف لان الماء ما عندهمش والناس كبارين وليدات كما شفتوا اليوم اليوم كاين الدوره الاستثنائيه ديال مقاطعه بني مكادا واللي ناقشنا فيها مجموعه من النقط بطبيعه الحال بين اهم النقط هو مشكل ديال الشواهد الاداريه اللي هو مشكل حقيقي اليوم داخل مقاطعه بني مكادا تم احداث واحد اللجنه من طرف السيد الوالي اللي فيها شركه امانديس وفيها مقاطعه بني مكادا وفيها السلطات طريقه الشغل ديال هذه اللجنه هي بطيئه وبطيئه جدا كذلك كاين اكراه الاول هو ان شركه امانديس ما كتجاوبش مع الطلبات ديال المواطنين فلهذا اليوم كنقولوا عيب وعار ان اليوم الساكنه ديال بني مكادا نحرموها من حق من الحقوق ديالها اللي هو الماء والكهرباء كذلك اليوم تم اعداد برنامج عمل ديال المقاطعه وكما شفنا ياك بالتوصيات اللي جابها المجلس الاعلى للحسابات هو ان غياب رؤيه واضحه لدى المقاطعات اليوم المقاطعه بني مكادا في رؤيه واضحه لسنه 2024 تم اعداد برنامج عمل واضح للتدخلات لا فيما يخص الاناره لا فيما يخص برنامج ديال الطرقات وعاد ان شاء الله ربي في السنه هذه غادي تكون طريقه الاشتغال ولا هي المواكبه ديالنا للمشاكل بطريقه افضل وفي تطور. ساعدينا الرئيس اللي قلت لك هو اللي غادي يصافي على بركه الله كلشي.